السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر على هذه الغيبة الطويلة لظروف شخصية، وها قد عدنا إليكم بحلة جديدة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في فيديو جديد على قناتكم فيفيد أنفو. اليوم سنتكلم على 15 نصيحة لتكوني جذابة وساحرة على الدوام. هناك كثير من النساء تعتقد أن الجاذبية تدور حول مظهر الجسد فقط، وهذا ليس صحيحا، إذ ليس من السهل إطلاق اسم الجذابة أو الجميلة على المرأة، لأن الجمال شيء عظيم لا يمكن حصره بشيء واحد. وإذا كنت تعتقدين أن الاهتمام بشكلك الخارجي كفيل فأنت مخطئة، فهناك نساء متوسطات الجمال قادرات على جذب الآخرين بفضل عوامل كثيرة. فإن كنت من بين النساء اللواتي يرغبن في أن ينجذب إليك الآخرون، فإليك 15 نصيحة لتتمتعي بجاذبية خاصة على الدوام. أولا وقبل كل شيء، أحبي نفسك جيدا كي يحبك الآخرون ويعجبون بك. ثانيا، اتبعي نمط حياة سليم، فتناولي الطعام الصحي وخذي قسطا وافرا من النوم، فإن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مزاجك ومظهرك، وسيمدك بالطاقة والحيوية الكافية لتكون جذابة في عيون الآخرين. ثالثا، احرصي على الاعتناء ببشرتك، فالبشرة الجميلة النقية والناعمة لها تأثير بالغ على أنوثتك، ولا تنسي أن الشعر الزائد له تأثير سلبي على نظرة الجنس الآخر إليك. رابعا، الرائحة. الرائحة الجميلة من أهم مزايا المرأة الجذابة، وللعطور تأثير خاص على مركز الإحساس لدى الجنس الآخر، فليكن إذن عطرك مكملا لنظافة جسمك، شعرك، أسنانك، أظافرك وملابسك. خامسا، احرصي أن تكون أظافرك دائما مرتبة، وإن كنت تفضلينها طبيعية فيمكنك تقليمها وطلاؤها بألوان البيج ومشتقاته لإضافة رونق أنثوي ليديك. سادسا، لباسك. لباسك هويتك، فليكن لديك ستايل خاص الذي يميزك عن الأخريات ويطبع شخصيتك، وحاول إعطاء كل مناسبة حقها من الاهتمام، الأناقة والتميز. واجعلي شريكك يرى فيك المرأة المتجددة على الدوام لكي تبعدي خطر الروتين الذي قد يهدد علاقتكما. سابعا، إن كنت تعانين عزيزتي من بعض الوزن الزائد فحاولي أن تتخلصي من هذه المشكلة وبسرعة، لأن للشكل الخارجي تأثيرا كبيرا على جاذبيتك. ثامنا، كوني لطيفة وخفيفة الظل أينما حللت، فالطباع الحسنة تجذب الانتباه إليك وتقرب الناس منك، لكن بالمقابل لا تدعي طيبة قلبك تكون سببا لاستغلالك، لأن المرأة الضعيفة والمسكينة لن تكسب سوى عطف الآخرين وليس إعجابهم. تاسعا، الابتسامة. للابتسامة سحر وجاذبية خاصة، شرط أن تتقني فن الابتسام في الوقت المنائم، ولتكن ابتسامتك جريئة دون الوقاحة ودافئة دون السجادة. عاشرا، عند تواجدك في مناسبة معينة لا تكوني متفرجة فقط، بل حاولي الاندماج في الأجواء المحيطة، فكوني سعيدة وشاركي الموجودين المأكل والمشرب وحتى الرقص، لكن لا تنسي أن تحافظي على رقتك واعتدالك كي لا تظهري بمظهر المرأة السهلة. 11، كوني محاورة ذكية ومقنعة، فالشريك لا يريدك مستمعة وحسب، إنما صاحبة رأي بكافة الأمور، ما يجعله معجبا بك ويفخر بوجودك أينما كنت. 12، لا تفرضي نفسك على الرجل مهما كانت درجة إعجابك به، فالمرأة سهلة المنال لا يمكن أن تترك تأثيرا في أحد وتبقى في نظر الآخرين غامضة، أما الواثقة من نفسها فهي الأقوى حضورا والأكثر تأثيرا في الجنس الآخر. 13، لا تفرضي آراءك ومبادئك على الآخرين، فالمرأة المتسلطة ربما تكون ناجحة في حياتها العملية، إنما فاشلة في حياتها العاطفية.
14. احترمي مواعيدك مع الشريك ولا تدعيه ينتظرك طويلا، لأن هذه الحيلة تعطي مفعولها في فترة التعارف، لكن لحظات الانتظار في مرحلة لاحقة تتحول إلى شعور بالملل. أخيرا وليس أخيرا، لا تحاولي أن تكوني نسخة مكررة عن أي حبيبة سابقة، فانسي الماضي وكوني بنظرة الشريك بداية جديدة لحياة جميلة. وبهذا سيدتي أصبحت لديك 15 نصيحة لتتمتعي بجاذبية دائمة. أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ومفعول الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ودعمكم بإعجاب للفيديو كتعليق سواء كان انتقاد أو إعجاب.